المفروض نمسك الدنيا تجيب بكرة تمشي ازاي؟ لو ما عندكش مانع يعني. يلا نلف. خالد لما كان اصغر من كده كنت بتعمد ان انا لما اروح اشتري حاجه فدخله هو واقف انا بره، كنت اديله فلوس مجمده واقول له خلي بالك خالد عمه هيديك باقي، في باقي. ايه باقي ده؟ باقي فلوس يعني الفلوس اللي انت. انا هقف هنا. ايوه. فبيروح وبيجيب الباقي. طبعا انا ببقى مثلا عطيله 10 جنيه 20 جنيه وابقى انا حاطط في دماغي ان انا ممكن ما ايه ما اشوفهاش تاني، بس عادي بعتبر نفسي ان انا بدفع ده تمن توصيل المعلومه لي. فالوقتي لما اوديه الحضانه بتاعته يعني بديله مصروف، مش لازم يكون معايا فك قوي، مش لازم افك عشان مصروف العيال، لا انا بديله مجمد عادي واقول له خلي بالك يا خالد انت تاخد مصروفك من دي وهتجيب لي الباقي. فبيجي وبيجي مع الباقي. المقلبه معايا. خالد انا جايب له دي. مش باينه الميداليه؟ لا ما باينه. ما ميداليه؟ اه. اصحابك قالوا لك ايه يا خالد لما شافوا الميداليه في المقلمه كده؟ قعدنا نشكل على بعض اول ما صاحبي شاف المقلمه. ليه؟ عشان بيقول له انت بتشجع الاهلاوي؟ لا. اه. والزمالك بيكسب يبقى اتفرج على الماتش مع باباك هتلاقي الزمالك كسب. انا عملت ايه في اهدافي؟ في الاول انا كان اول هدف كان اللي هو ان انا اجيب اللغه الانجليزيه. فده الحمد لله انا ماشي فيه كويس بشكل يعني الحمد لله كويس، بسمع كتير زي ما نصحوني يعني. بقى في ليونه شويه يعني، بقيت في ليونه ان انا اسمع حاجه انجليزي يعني، مش بالنسبه لي باب مقفول خالص ده بالنسبه للانجليزي يعني. فانا برضو مش عارف ايه الخطوه اللي بعد كده، لان انا بصراحه بدات امل. انا كان ممكن ما اكملش يعني لولا ان كنت عامل فيديو بقول فيه ان انا بحدد فيه اهدافي وبثبت نفسي بيه ما كنتش هكمل خالص. بس كل ما افتكر ان انا لا ده انا متورط باتفاق يعني، اعتبر مورط نفسي باتفاق مع نفسي ان انا لا مكمل ان شاء الله. جيل بكره يعني قعدنا اتكلمنا كتير هنعمل ايه والدنيا هتمشي ازاي، بحيث ان احنا نطور الدنيا اكتر، بحيث ان احنا نقوي الموضوع اكتر ويبقى في ندخل في مجالات اكتر. فيعني ان شاء الله هيبقى نتائجه ان شاء الله تبقى باينه يعني. بالنسبه لان انا في حد في كاريكاتير، انا عملت ورشتين. الورشه كان فيها حوالي 6 افراد، يعني قول 12 فرد تواصلت معهم وجها لوجه، احبطوني جدا ال 12. مفيش يعني، هو على قد الورشه بس بيتعاملوا معاها لانها الدرس، خلص درس خلاص خلصنا. طب يا جماعه طب اشتغلوا، طب وروني، حسسونا حتى ان انا يعني عارف يعني ممكن حد يستفيد من ورايا. اه طيب ماشي، بس والله الشغل اصل مفيش وقت اصل مش عارف ايه كده يعني. فده محبطني جدا. بس الناس اللي بتواصلوا معايا اونلاين بصراحه مش محبطني جدا، هم خلاص داسوا، انا مبسوط من كده. الى جانب الاستماع كمان في موضوع الانجليزي، بتابع كم حد كده على اليوتيوب، هسيب لكم برده اللينكات بتاعتهم تحت للي عاوز يستفيد يعني. طلب مهم جدا، ادعوا لصديقي شادي لانه تعبان جدا. شادي من الناس الجامدين قوي في حياتي. ربنا يشفي عمو شادي. اتغلبت؟ ليه؟ ايه اللي خليك تتغلب؟ معرفش.